وعندنا هون برواز اللي هو مليان عسل مختوم، يعني مختوم على الاخر مليان عسل، بس انت اللي بختم الشمع اللي من هالشكل، يعني مليان عسل هذا هيك بعبيه الشمع بختمه على الاخر، بسكره وبحضره للتخزين، بخزنه هيك بهاي الطريقة، بعبيه على الناحيتين، بسكر كل صندوق. هون عندنا العسل يعني بعده بلمع مش مسكر، قاعد بعبي فيه.